ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن من فضل الله تعالى ونعمه الجليل على عباده أن هيأ لنا المواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن أعظم هذه الأيام والمواسم وأجلها أيام عشر ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري. حقا إنها أيام مباركة نستعد لاستقبالها، أقسم الله جل وعلا بها، والقسم بالشيء دليل على أهميته وجلالة قدره، والعظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف والخلف رضي الله عنهم جميعا: إنها عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل الصالح لفضلها وعظيم نفعها. قال الحافظ في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. والعمل الصالح هو ما كان فيه إخلاص لله عز وجل واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على اغتنامها والإكثار من العمل الصالح فيها. أيها الإخوة الكرام، ينبغي لكل واحد منا أن يستقبل هذه الأيام وأن يستغلها بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات رحمة الله عز وجل. إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، فالواجب استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة بمزيد من العناية ومجاهدة النفس بالطاعة وأعمال البر، ومن ذلك التوبة الصادقة. فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله، ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن ذلك البعد عن المعاصي، فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته، والعياذ بالله، إذا لم يؤجل العبد بالتوبة إلى ربه عز وجل. ومن ذلك التقرب إلى الله بالفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات
ومما يحبه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم لا تحرمنا حبك يا رب العالمين. ومن ذلك الصيام، الصيام، فصيام هذه الأيام أو ما تيسر منها مستحب. التسعة أيام مستحب صيام صيامها، ولو أن يصوم العبد يوما واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما أيسر العمل وما أعظم الجزاء، ولا سيما يوم عرفة. الإنسان يحرص على أن يصوم يوم عرفة، يوم في السنة اسمعوا إلى أجره وتوابه. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، أبعد سماع هذا الأجر، تفرط في هذا الخير. ولا تصوموا هذا اليوم العظيم الأجر والتواب. اللهم لا تحرمنا الأجر والتواب يا رب العالمين. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الإكثار، الإكثار من ذكر الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد فسرت الأيام بأنها أيام العشر، بل استحب العلماء الإكثار فيهن من التعديل والتكبير والتحميد. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فحري بنا أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاة والخير. نكبر في المساجد وفي بيوتنا وفي الأسواق وفي الطرق، ونذكر بذلك الأهل ونعود أولادنا على ذلك. ومن الأعمال الصالحة الإنفاق في سبيل الله، يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فاجتهد يا من وسع الله عليك، ويا من أفاء الله عليك من فضله في إدخال السرور على فقراء المسلمين وأيتامهم وأراملهم، ولا سيما ونحن نستعد لاستقبال عيد الأضحى الذي يحتاج إلى إدخال الفرحة والسرور على المسلمين، على فقراء المسلمين. فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب مؤمن. واعلم أخي أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيا أيها السعداء، يا أيها الموسرون، أحسنوا إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، وامسحوا دموعهم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالراحمون يرحمهم الله، ومن لا يرحم لا يرحم. ومن الأعمال الصالحة في ختام هذه الأيام العشر التقرب إلى الله بذبح الأضاحي،
التقرب إلى الله بذبح الأضاعي وبذل المال في ذلك في سبيل الله تعالى وتعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، والمبادرة المبادرة بالأعمال الصالحة، فما أكثرها وحسن الاستقبال، والأجل الأجل قبل حلول الأجل وقبل أن يندم المفرط على ما فاته، ولا تساءة من دم، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمن وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء محبوسا في حفرته بما قدم من عمل، بما قدم من عمل. يوم يقول العبد المفرط: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. إنك الآن في زمن الإمكان، إنك الآن تتمتع بصحة وعافية، إنك الآن في زمن العمل، فأعمل رعاك الله واستغل الفرصة قبل أن يحول الموت بينك وبين استغلال ما بقي من عمرك. فحياك وإياك أن تضيع هذه الأيام واستغلها بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. فاللهم ارزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام، وأعنا يا رب على اغتنامها على الوجه الذي يرضيك وترضي به عنا يا رب العالمين، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.